يسعد لي صباحكم حبايب قلبي، كيفكم اليوم؟ بتمنى تكونوا كلكم بألف خير. انتم عم بتشوفوا فيديو اليوم، حكيت مع سلفتي اميره، كلياتكم صرتوا تعرفوها. حكيت امبارح بالليل، كنت عتلاني همها لانها كانت كمان هي حرام كانت اكلتها رعبه من بعد هالاحداث اللي صارت. بدي ارجع اعزي كل اهالي الشهداء يلي استشهدوا، الله يعطيهم الصبر والسلوان، والله يجمعنا فيهم بالجنه يا رب. فهلا رح لف سندويشات هيك على السريع. انا عاملة جبنه، بلديه، هيدي جبنه بلديه دائما بعملها انا هون بالبيت. صرتوا كلكم حافظين انه صار في عنا هون الحمد لله حدا ببيعنا حليب طازه، بس لمسح هون شوي. بجيب الحليب، بعمل لبن، بعمل جبنه، الحمد لله يعني هيدي نعمه وفضل من رب العالمين. فهلا رح لف سندويشات للاولاد، بدي احط لهم جبنه. في ناس طالبه جبنه وزعتر، هذا هو الزعتر يلي عملناه مع بعض بالضيعه. المهم رح ناكل هيك لقمه على السريع، سندويشات مشيت حال. اليوم هو نهار عطله، كثير بحب اجمع اولادي مع اولاد عمهم. صرتوا حافظين انتم حياتنا وروتيننا، صرتوا عارفين انه انا ما عندي الا اهل زوجي هون، فبنبسط كثير بس ينجمعوا اولادي مع اولاد اميره او اولاد سلفي الثاني او بنت عمي. بيعطوا هيك هالاحساس الالفه، احساس الاهل، الدفى يلي الله لا يحرمه لحدا، الله لا يحرمه لحدا، والله يجمع شمل كل حدا بعيد عن اهله. ونلف السندويشات ونروح لعند اميره. اتفقنا انه نتغدى مع بعض اليوم، اليوم الغدا عند بيت اميره. قلت بلكي هيك بنغير جو، بغير جو لحالي وبغير جو لها كمان. امبارحة حرام كانت عم تحكينا على التليفون عم بتقلي نفسيتها بالارض من بعد الشيء اللي صار، فكتير تعبانه. قلت هيك هيك نهار عطله ونحن قلنا زمان مش شايفين بعض بسبب الامتحانات والدروس وضغط الدروس. اسم الله هي ملتهيه باولادها وانا ملتهيه باولادي وبالتدريس. بتعرفوا لما بيكون فتره امتحانات كل الامهات كل الاهالي بيكونوا مشغولين، فاجت فتره عن جد يعني بالنادر صرنا نلتقي. رح اروح لعندها اليوم وشارك معكم هالجلسه العائليه، بتمنى تنبسطوا معنا. خليكم معي. تعلمت من وقت عمي احفظ افتح للرغيف. في حدا طالب جبنه مع الزعتر، فرح رش لهم الزعتر هيك وبعطيهم الساندويشه وطالعين مباشره. لا في قصة سمعت على اخبار. في واحد بريطاني قال دائما دور بيته في ارض ما بيملكها، هو. يعني ممكن تكون كان مشاع او مملوكة لحدا، ما بعرف يعني بالتفاصيل. بس اللي بعرفه قال على مدار 20 سنة هو يزرع فيها شجر. هي منا ارضه. انا منا ارضه. و20 سنة زارع فيها شجر؟ على مدار 20 سنة، يعني كل مرة يزرع فيها شكلي هون يزيد الشجرة انه باعتبار انه هو عم يعمل شيء منيح. انه بدل ما تكون الارض بور ما فيها شيء وفلق وهيك، انه يزرعها شجر تصير حلوة وغابة وكذا. تمام. قام الدولة حكمت عليه بغرامة مالية، ما بعرف قديش بتطلع شيء مليون دولار يمكن او اكثر، ما بعرف. لا ما قريت التفاصيل، بس انه بمعناه انه مين قال لك تزرعها انت؟ ما خصك فيها. يا حرام فوق ما انه زارعها. ايه انا عم بعمل منيح، انا لقيت ارض انه ما فيها شيء، بزرعها شجر، بحط فيها شجر انه ايه برافو، خلي يكبر وده كتر خيره انه عم يزرعها. قالوا لا ما خصك فيها انت. بتعرفي هيدي في دول بتقول الارض لمن يزرعها؟ ايه مثل سوريا. ايه والله، يعني هيدي الارض اذا حدا بيزرعها وبيهتم فيها بعتقد قانونيا بتصير ملكه. صحيح. بس على فترة عم مدة زمنية معينة بس لازم يقطعها ويبين فعلا هو عم بيزرعها وفعلا هو عم بيهتم فيها وعم بينميها. مش من كان والله انا بدي ازرعها بيقول له تعال يلا خذ الارض هي صارت لها. صحيح. في فترة في قانون معين بينظم هذا الموضوع يعني. مثل عندنا بلبنان نفس الشيء. لبنان اذا عندك ارض مش هلحوك اياها يا زلمة.
اكيد ما رح اروح لعند اموره حبيبه قلبي وايدي فاضيه. وقفنا هون عند حلويات السلمان، هو يصير محله هون بالقبه. قبل هلا اخذت من عنده الجاتوتي على 2 مليون، اخذته من نفس المحل، فعنده اشياء كثير طيبه وانا بعرف ذوقها لاموره، رح اخذ لها شيء هي بتحبه من هون. مزوقين هون يا جماعه، مزوقين ضيافونا مي. ليكو شو نقيت؟ مزوق يا شيف، مزوق كلك ذوق. هيدا الشيء بس لكل العالم؟ هيدا الشيء لكل العالم بس. هذا السبيل الحلو هذا لكل الناس؟ نحن عادة لكل الناس، بس دائما على طول في عنا ناس يعني اللي بيجوا لعندك بالجمعة أربع مرات غير اللي بيجي لعندك بالجمعة مرتين، خلص فهمك فيه. خلصت. خلصت. أنا هيدا يلي على اللوتس كتير بحبه. هيدي هذا حلاوة الرز؟ ايه خدتها من عندي منها. ايه برافو كثير طيب. انا سبقت هيدي على السيارة. شو هيدي يا هيدي؟ قال ذوقي هيدي. يا عمي هالناس شو مزوقين، كل ما نفوت لعنده بده يضيفنا. عم بيقول لي هيدي زنود الست بجبنة. بجبنه؟ ايه مش يسعى هن بالعاده بيحشوها قشطه. قشطه، هيدي بجبنه، انا اكلت وحده كمان ضيفني اياها، شيء عن جد ما كانها بجبنه. ما سلم دياته هالشيف، مزوق عن جد مزوق. يعني انا قلت له انت متاكد هيدي بجبنه؟ قال لي والله بجبنه. هاد لندوق. ولا وتروا فرماج كمان. بنسمي بسم الله. طيبه هيدي. ها؟ كثير طيبه. كثير كثير طيبه. سلم دياته. ايه والله انا على فكره ما كنت يعني لما قال لي بجبنه قلت له شو ما بتتاكل الا الا سخنه، لانه لازم الجبنه تكون دايبه شوي. ما لما كلتها جبنتها جبنه بس سايحه، ما بعرف كيف طيبه كثير. هيدي قال لهم عنوان المحل هيك بالتفصيل مشان الناس يلي بطرابلس عم بيقولوا يجي لعنده هيك بالتفصيل، لانه انت ادرى مني. حلويات حلويات السلمان عند الريفه بالقبه معروف يعني. ليكو هيدي شو جايب معه؟ ما عم تنشال ابدا. حلاوة الرز لا تقاوم. مش معقول. حلاوة الرز ما شاء الله. هلا بيقولوا لنا انتم رايحين تتغدوا عند اميرة، اللي عم تاكلوا بالسيارة؟ يا جماعة هيدي اللي عم ياكلوا. انا ما لي علاقة. هي منا ايدي. خليك وشك يا هنا. رح تنكسر الشوكة. على فكرة هي باردة، ها ما تفكروها ساخنة مشان هيك عم بتشط وتمط، لا هي باردة. عن جد هي باردة وعم بتشط، كيف بدها سخنة؟ على فكرة طرابلس كثير مشهورة بهيدي حلاوة الجبنة. لا لا بدي اكلها. صحتين. والله يا هيدي الله ستر على هالبلد. طلعي علي هدول هول البيوت شفتيهم؟ ايه. كثير خطرين، كثير 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 طلع. كثير عن جد. لا اساس لك ولا قواعد ولا شيء، معمرين على كتف. يعني ما بعرف كيف انه قلبي يعدوا فيهم السلاح حتى لغاية. الله رحمنا، الله رحمنا والله. الله يتلطف فينا جميعا، الله يحمي كل البلاد. عن جد ليكو هالعمارات هيك شيء بيخوف بهالزلزال اللي اجى. ليكو طلع طلعي صوري هيك، ليكي هيك طلعي. كيف هذا؟ طيب شو هذا؟ الله حميهم. بناية ركزة على عمودين. والله عمودين الله. عمودين وعمودين، يا ريت عويميد كمان. الا البناء مخالف يعني؟ كله مخالف هذا. كله مخالف. يعني البناء هيك يعني كيف بيقولوا؟ غير شرعي. وشو من كان منه بالاساسات القوية. ابدا. الله تطلع فيهم والله، الحمد لله. ليك حتى البيوت اللي هونيك طلع فيهم. هذيك البيوت كلها قديمة ومصدعة والحجر رملي ما بعرف شو. يعني أنا بس شوف هالبيوت البنايات المتصدعة يا هيدي بقول الحمد لله. الله رحمنا، الله رحمنا والله، الله رحم هالمدينة. بس أنا متأكد رح ننام ونفيق يوم. ايه يكون هذا كله بالأرض. الله لا يقدر، الله لا يقدر. لأنه مش معقول يعني. لا إن شاء الله، الله يعني الله الحامي. لا بيعمل حساب ما بيسلم. طيب شو يعني؟ لازم 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 ينظر بأمرهم، لأنه في كتير بنايات متصدعة، كتير بنايات تعبانة،
حرام حرام هالناس يلي فيها يتأذوا لا سمح الله لا قدر الله. هيدي قلعة طرابلس قدامنا، هيدي صامدة صامدة بإذن الله. كل شيء صار في حروب بالبلد وزلازل عبر التاريخ مثل ما بيقولوا. ايه شايفين هيديك الفتحات اللي هون اللي هون، هدول النقط السود هولي محل قذائف برمضان. هيدي شو بيعملوا؟ بيضربوا القذيفة من هون كل يوم؟ مدفع رمضان. ايه رمضان. ايه بس هولي تبع حروب. هولي تبع حروب. شايفين كل هالنقط السوداء هالاشياء دي عانا اصلا. هذا كان نازل هذا كواقع بالهلا، رجعوا رمموه. شفتين دي عانا؟ دي عانا. لكن ما اجمل، لا لكن محلها بينزل بيصرف المي. شفتيها؟ شايفين هاي محل قذيفه هاي هون. لكن مدخل هذا باب يمكن خلفي للقلعه هذا هون. لك هون صحيح هون. صح شفته باب خلفين يطلع. نحن مرة فتنا له للقلعة بس ما صورنا. الله يحمي هالبلد ويحمي جميع البلاد، امين رب العالمين. وهي جينا لعند أمورة حبيبة قلبي. أميرة كيفي؟ احنا الحمد لله. كيفك انت؟ الحمد لله كل ساعة، مع انه النفسيات تحت الارض مثل ما بيقولوا، مدمرة على الاخير، بس عم نجرب قد ما فينا نطلع من هالجو اللي نحن فيه، لانه عن جد اخر هالكم يوم اللي مرقوا دمار، هو دمار علينا. فما بالكم على اللي رحلوا محبين، رحلوا ناس بخصوصه العالم. عن جد يعني نحن عم على التلفزيون ولا على التليفون ما عم نهدى من قصه لقصه ومن شغله لشغله، بتحسي انه كانك عم انت مكانهم، عرفتي؟ فبتخيل حالي انا اكون مكانهم. يا لطيف يا لطيف، امين رب العالمين. والله يعينهم كمان بهالبرد، يعني خسروا بيوتهم وقعدوا برا، ما بس هيك وخسروا عيالهم. الله يصبر قلبهم، يعني عن جد عم نقوم ونقعد ندعي لكم وندعي الله يصبر قلبكم، الله يرحم الشهداء ويلهم الصبر والسلوان لأهليهم، امين رب العالمين. فاليوم قلت لكم انا امبارح حكيت أميرة، قلت لها انه حكيتها شفتها انه عن جد هي نفسيتها بالمرة أميرة كتير يعني متضايقة وكتير تعبانة من ورا الشيء اللي صار، كلياتنا تعبنا. فقلت لها هيك اليوم عطلة، شو رأيك انزل لعندك؟ اجي لعنديك. لا عم تطلعي. عن جد ماني قادره اطلع، ما عم بطلع خطوه برات البيت. قلت لها انا نازله عندك. الله يبارك فيك. انا نازله حبيبه قلبي، يعني اميره برجع بقول انا هي اختي هون، اختي يلي ما ولدتها امي. الحمد لله اهل زوجي كلهم مثل اهلي. فلما شفت اميره، كانت مرت عمي عم تحكي عنك اميره، كانت عم بتقول انه اميره يوم الزلزال قشط حيلها كتير، يعني انهارت كتير قوي، سفرنت على الاخير ما عاد فيني اتحرك ابدا. يعني بتعرفي ليلى هيدا الشيء نحن منو مرق علينا ابدا. ما بتتخيلي انه ممكن تكوني انت محضره حالك نفسيا لهيدي القصه، يعني باول كم ثانيه مرقوا لا هوا لا هيدا مش هزي، هيدا ولا حدا فكر انه ممكن يكون هزه او زلزال. هي لانه اميره ساقبت العاصفه مع الزلزال، تنذكر وما تنعاد. فانا فرجيتهم اول ثاني يوم. هلا اول يوم كلياتنا ما كنا عارفين انه كميه الدمار، كمية الموت، كمية البلاء لهالدرجة. كلياتنا فكرنا انه اوكي هزي وبتمرق زلزال ومرق. بس هلا من بعد ما عم نشوف الفيديوهات الاشياء اللي عم نشوفها، يعني انا بقعد على التليفون اميرة قلبي بيورم. ما انا امبارح قلبي بيورم. زوجي صار يعيط علي، قال لي خلص يعني صحيح ما عم نفتح تلفزيون قدام الاولاد، بس التليفون ما عم ينشال من ايدي من فيديو لفيديو، مش خلص اطلعي من هالقصص بقى. بتشوفي تتخيلي شغله، نحن لما صارت الهزه في عندي اشياء وقعت على بعضها بقلب الخزانه من قلب الدكار. لهلا انضبطت اللي انا قادره على طولي، بس اللي فوق ليكي لفرجيكي نقلي نفس اطلع، وليكي فوق نقلي نفس اطلع وظبطهم. بتصدقي هدول وقعوا الحمد لله، يعني ما صار في تكسير، بس وحياة الله نقلي نفس اطلع وظبطهم. كل ما اطلع بتذكر انه اللي صار برجع بسكر وبنزل. صحيح والله ما بتصدقي. صحيح، من اول يوم اللي صار فيه الزلزال كل العالم، انا بعتقد مش بس نحن، كل العالم هيك. كل العالم نفسيتها متدمره، يعني لا عم نعرف نعمل لقمه اكل مثل الخلق والعالم، لا عم نعرف نقوم ببيوتنا مثل الخلق والعالم. بس بدنا ناس، بس بدنا المحبين
الناس اللي بنحبهم يكونوا بخير ويكونوا معنا ويكونوا حوالينا. يعني انا صباحيه الزلزال قمت لبست قلت له لهيدي نزلني لعند امك دغري، يعني حكيت على التليفون قبل ما انزل وحكيت الماما وحكيت اميره، بس دغري نزلت لعند مرت عمي. بتحسوا بس نمرق بهيك ازمات بتحسوا ما بقى في شيء بعينكم، ما بقى شيء بدكم اياه، ما بقى تعتلي هام انه يي اولادي شو عم يعملوا، يي اولادي شو وسخوا، يي انا طبخت ولا ما طبخت. ليش مين قال نفس يعمل هالقصص هيدي كلها؟ النفس ما بقى بدها هيك اشياء، بتحسوا هذا كله سخيف، هذا كله يعني الناس اللي في ناس بنعرفهم راحت، في ناس كنا نسمع عنهم قالوا لنا انهم استشهدوا. يعني بالنهاية الله يرفع غضبه عنا. امين امين يعني رب العالمين. هذا غضب من الله، بذكر الله يحمينا في العالم. يعني الله يرحمنا برحمته. أمين. يعني بدي اتمنى لشهدائكم الله يتقبل شهادتهم، والله يصبر اهاليهم ويعطيهم الصبر والسلوان. امين رب العالمين. واكتبوا لي انتم، اكتبوا لي انتم، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله يكونوا محبينكم بخير، ان شاء الله ما يكون رحلكم حدا، ما بعرف، اكتبوا لي بالكومنتات. الله يصبر قلبكم، ما رح اقول غير هيك. واليوم نحن هلا انا من بعد ما حكتني اميره على التليفون فقلت لا لازم، قلنا فتره منيحه نحن بسبب الامتحانات وبسبب الدروس. لاحظتي اميره اخر فتره انه قليل ما كل وحده ملتهي بعائلتها، ملتهي باولادها، ما شاء الله يعني اولادنا عم يكبروا ودروسهم عم بتصير ثقيله وامتحاناتهم عم يكبر فملتهيين بالامتحانات، وهلا فتره امتحانات بعتقد بكل الدول. فالي فتره انا ماني شايفتها لاموره، قلت تطلعي اميره، قالت لي نفسيتي بالمره عدم يا ليلى ماني قادره. قلت لها انا نازله لعندك. انا نازله والله، قلنا بدنا نيجي نقضي نهار نقعد مع بعض ينبسطوا هالولاد. انا انبسطت الاولاد عن جد، اولادي يعني انا ظلمتهم معي شوي، ما عم نطلع من البيت. يعني حتى ليكي امي عم بتطمن عنا، مرت عمي عم بتطمن عنا، كله على التليفون ما طلعنا من البيت. بس عن جد حرام يعني، قلت لما قالت لي جايه لعندي قلت تونست، قلت الحمد لله. الاولاد والله انا شو بيلعبوا مع بعضهم بشوي بغيروا جو. مزبوط. انا اميره انا بس اقول لاولادي رايحين عند بيت عمكم، خاصة أولاد أميرة، يعني بقية العيلة في عندهم أولاد بس الأعمار كتير متفاوتة. يعني جبريل اللي بتعرفوه بيبي كتير كتكوت، وفي يعني في بس أولاد أميرة كتير أعمارهم قريبة على بعض. يعني عندها ابنها الكبير مع ابن الكبير، بنتها ياسمينة مع مودو، الوسطانية مع ابن التاني، فكتير بيتفقوا مع بعض وكتير بينبسطوا بس يجتمعوا. هذا الشيء بيريح ما بنحس فيهم شو بقى. فأميرة إذا منك قادرة تعملي شيء على القليلة عادي عند أحبابك، عادي عند ناس اللي عند المحبين. أكيد بحس أنا يعني أنا طبعي بتطول كتير لأطلع من قصص هيك، يعني مستني من جوا، عرفتي؟ بدي حدا هيك يشيلني ويحطني بمحل تاني، لأنه أنا ما بتجرأ إني أنا أطلع من هال. هذا الشيء منو صح، هذا الشيء أبدا منو صح، منا بالإيد، بس هيدا طبعي. صحيح. يعني بتحسوا لهلا أنا بس هيك تلمح عيني تليفون هيدي عم يحضر شيء، ما بقى فيني أحضر، ما بقى فيني شوف، بس بقول الله يصبر أهليهم. أمين. الله يصبر أهليهم، الله يصبر أهليهم، ما بقول غير هيك. الله يكون معكم. وهون حبايب قلبي انا رح انهي الفيديو تبعي لليوم. قضينا نهار كتير ممتع مع بيت سلفي وسلفتي اميره، الحمد لله. يعني غيرنا جو بعد هالاجواء وهالوضع اللي كنا فيه. برجع بقلكم بتمنى من كل قلبي تكونوا كلكم بألف خير، وان شاء الله يا رب ما حدا فيكم يشوف اي شر، وان شاء الله كل احبابكم يكونوا بخير. هذا اللي بتمناه من ربي. بحبكم كتير وملتقي معكم ان شاء الله بفيديو جديد باذن الله. باي. عن جد يا هادي غيرنا جو اليوم. خي طلعنا من اللي نحن فيه شوي. ليلى يعني ليكي انا 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 بتطلع بقصة الزلزال نظرة تانية. كيف؟ بتقول انه هيدا الزلزال يمكن رسالة ما في قول ربانية، لأنه هذا أمر جيولوجي، يعني من هي طبقات أرض بطبقات أرض، شو بيعرف من هالكلام اللي نحن نسمعه العلمي؟ صحيح. يعني بس أنه هي بالنهاية رسالة ضمنية لكل إنسان أنه هالدنيا بلمح البصر بتروح. يا لطيف. بلمح البصر الإنسان بيكون تاني يوم ما بيعود موجود. صحيح. يعني خلص تكون نهايته، يعني بين ليل وضحاها.
بقى الانسان العبره انه الانسان ما يعني يطلع من هالدنيا وهو يعني ما يكون قلبه اسود، يعني هو مثل بيقولوا دمته صافيه، ما يحمل وزر حدا، ما يحقد هيك الحق يرده، اللي عنده دين لحدا وقادر يرده يرده فورا يرده. انا بصراحه كان عندي دين مع حدا واحد له معي يعني الله يبعث لك الهنا والله عن جد ليكو هيدي روح النكته في بتضل لو باصعب الظروف. لا لا عن جد ما كان له معي شو اسمه ربيع انه له معي مصاري اوكي فورا بعثته ثاني يوم مع انه انا بدي ابعث له يهم، بس هيدا الشيء اللي صار بفيقك على انه بفيقك انه انت دير بالك ما تترددي، ما حدا خالد ما حدا حيخلد، ما تتردد وما تدفع اللي عليك مزبوط، ما تتردد وما تأدي الامانه، ما تتردد وما تدفع حق لاختك او لاخوك صح، ما تتردد اذا يعني ظلمت حدا ما تستسمح منه وتعطيه حقه صح، لانه هالدنيا منها دايمه، الإنسان مثل ما قلت لك ما يعني بلمح البصر ما بيعود موجود، كله كرمال شو؟ كرمال يلي قاطع رحمه يعمل صلة رحم، خاصة يلي قاطع رحمه، لك سبحان الله يعني من وقت الزلزال سبحان الله دغري رحنا لمين لعوين لعند أمك بعدين لعند أخواتك لعند عمي لعند والاتصالات ما وقفت بيني وبين أهلي كلهم بين القريبين، يعني حسيته بدك تطمني بدك تطمني على يعني الكل اللي بتقول بتحسي انه له الحق عليك وانت صح وانت مقصره بطريقه ما يعني، والحياه كلها عم تاخذنا والحياه كلها الحياه شغلتنا الاولاد وتعليمه والمدارس الشغل المشاكل اليوميه اللي عم تواجهنا، كهرباء ما في ارتفاع اسعار غلا في حيش، لك الناس عم تمرض ما عم بتلاقي حبه دواء، لك انا دوي ما عم بلاقيه ما عم بلاقي دوي عم بوصي عليه من برا، يعني الحاله يا ويلي يعني الحاله بالوين، نرجع نقول الحمد لله انه لسه في نفس والحمد لله فينا نقول الحمد لله، يعني انه في ناس حتى اللي راحت ما انا قادره حتى وقت تقول الحمد لله خلصت خلص والله خلصت خلص. ايه ما احنا الحمد لله بنشكره انه عم نقول لسه الحمد لله وعم نقول لا اله الا الله، يعني الانسان هذا رصيده هو الكلام الطيب، يعني بس ان شاء الله ان شاء الله العالم تعتبر، يعني انا بتفاجئ انه لحد هلا المساعدات والله في ناس عم تسلق مساعدات، في ناس عم تسطي على البيوت اللي هي متضرره واهلها تركوها مثلا عم تروح وعم تسرق من هالبيوت، لك يا عمي مش معقول الله اكبر يا لطيف يا مش لطيف. معقول اذا هيك ايه عظيمه مثل هالايه هيدي وما اعتبروا انت بيعتبروا شو بدي يعني شو اللي بيخليهم يعتبروا هدول شو اللي بيخليهم يعتبروا عن جد دخيلك يا ربي دخيلك ما بقول الا الحمد لله عن جد، يعني رسالة هادي يعني بآخر هالفيديو انه صفوا قلوبكم اعملوا صلة رحم التزموا بتعاليم الدين، بدي اذكر نطفوا القلوب اهم شيء نطفوا القلوب كثير مهمة كنت عم تبعها على السوشيال ميديا يعني. اللي هي انه فورا بيقول لك روح استغفر الله روح صلي روح زكي اقرا قران استغفر الله، قال لك يا عمي ما هذا اللي الله سبحانه وتعالى طالبه منا قبل ما بالاول تعطي حق العباد صح، قبل ما بالاول تستسمح من الناس اللي ظلمتهم صح، من الناس اللي اكلت حقهم صح، من الناس اللي 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 اللي, اللي, اللي ما يعني يلي الله سبحانه وتعالى حيسالك عنهم من ناحيه صله الرحم، يعني من ناحيه هدول اعطيهم حقهم بالاول بعدين روح صلي ركعتين وصل لك يومين واقرا لك ايتين وسبح واحمل مسبحه واعمل بدك اياه، هذا بعدين بيجي هذا الخط الثاني، اهم شيء ما يكون في حدا مظلوم برقبتكم، اوعى حدا يموت وحدا له عليه شيء، العلاقه بينك وبين ربك سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى منه بحاجه لك بيغفر لك يهم دغري ما عنده مشكله، بس العلاقه بينك وبين العبد ما بيرحمك، راح يوقف خصم قدام الله سبحانه وتعالى يوم الحساب وراح يقول انا راح يقول لك انا ما راح سامحك، ليه؟ لانه هو بده ينجي بحاله اصلا، يعني ما بيفكر الا بحاله، بقى مستعد انه يشلحك كل حسناتك ويعطيك كل سيئاته لحتى ينفد بجلده بالنار جهنم، بقى علاقتك مع ربك الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، بس العبد ما بيغفر بده بالنهاية بده يرحم جلده، الله يرحمنا برحمته، بقى دعوة عن جد لكل حدا يا جماعة لكل حدا عجل استسمح الناس، يلي انت عاقل والدين
أدركه قبل فوات الأوان. يلي أكلت حق أختك هذا ما راح ينفعك، هذا بده يجي يوم ولا تعطى صبيعك ندم، ولا لا توقف قدام رب العالمين تشتكي عليك تقول هذا فلان أخي أخذ حقي وظلمني. وغيره والأخ للأخ وحتى الجار، حتى الجار اليوم أكثر مشاكل تحسيها بين وين؟ جيران. بين الجيران مشاكل 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 بين الجيران. ليش والله لك حط لي ما بعرف شو مرق من هون، ابنه عيط، ابنه عمل، يعني مش معقول. يعني هذا كله حتندم عليه، لانه هذا ما له قيمه، كله ما له قيمه، حتندم عليه. مثل ما حتى الايه ستذكرون ما اقول لكم. يا لطيف، الله يرحمنا برحمته، والله يمشينا ويخلينا على الصراط المستقيم وعلى الطريق الصحيح، ما بنقول غير هيك يا رب.